يخرب بيتك اللي انت بتهببه ده على الصبح، يا ناقصك انت كمان يا دولا. ده ورق البرد يا عم، لقيته كده وان مكرمش، فقلت بقى اكويه بالمكوى بقى. مش فكره برضك يا دولا؟ فكره ولا شيل المكوى، يلا شيل المكوى، ما انت كده هتحرق الورق يا غبي، يا غبي كده هتحرقه. اه يا دولا فعلا، انا في 10 ورقات قبل كده وان اتحرقوا مني، بس انا قلت ايه، اكيد العيب مش في الورق، العيب في المكوى، عشان كده وان يا دولا عملتها على صفر وبقالي ساعه. شيل المكوى ده انت اللي هتخليني ابتدي من الصفر تاني. منك لله، ومغرق المكتب ومغرق، اعمل لك ايه؟ ولا العشر ورقات اللي انت حرقتهم دول عليك، يعني دول هيتخصموا منك، زائد هيتخصم منك اسبوعين كمان. ايه الظلم ده يا عم؟ بقى ده المكوى دول اللي حرقته مش انا يا عم. بقول لك ايه، انا مش عايز صوت عالي، انا كفايه اللي انا فيه، كفايه العكننه اللي انا فيها. ايه يا دولا مالك يا عم؟ احكي لي. انت شكلك كده وانا دولا شايد، جاي من البيت شايد زي الورق اللي انا لسه حارقه دلوقتي. الورق اللي اتخصم منك، وبص مخصوم منك شهر كمان. يا دولا بقى يا عم، ما احنا ياما بيتخصم مننا. احكي لي بقى يا دولا مالك بقى، انت دايما تفضفض لي يا عم. سناء اختي يا سيدي جالها عريس على النت. طب وليه ما جالهاش على البيت؟ اللي بيخليني اتكلم معاك نجلاء يا سيدي خدت البيانات بتاعت سناء وحطتها على الكمبيوتر وبعتتها على موقع بتاع جواز. الموقع بتاع الجواز رد على الموقع بتاع نجلاء، والموقع ده حدد عريس معين عشان سناء تتجوزه من خلال الكمبيوتر. تخيل. دولا طب يعني انت دلوقتي يعني زعلان من سناء ولا من نجلاء ولا من الكمبيوتر ولا من العريس ولا مني؟ لا يا رمزي، انا زعلان من نفسي ان انا قاعد بتكلم مع واحد زيك. ايه ده، ريحة شياط؟ ايه الريحة دي؟ نسيت المكوى يا دولا، نسيت المكوى على الوقت. يا جماعة الموضوع دخل في الجد، دبروني هعمل ايه مع عادل؟ اخوكي برضو يا سناء ويامه مصلحتك يا حبيبتي. وما تنسوش برضو ان احنا كلمنا العريس وخد العنوان وهيجي بكره. لا بس احنا بقى غلطانين وتسرعنا جدا، ان احنا ندي الراجل ده ميعاد قبل ما نقول لعادل. معلش يا مامي، اللي حصل لما يجي عادل هنقنعه بالذوق والسياسه. اوكي احنا يا جماعه لا تسرعنا ولا حملنا حاجه غلط. ايوه انتوا مش عارفين يعني ايه بالنسبه لي عريس. معلش احنا معاك كلنا حقك. ايه اللي حصل يا ياسمين؟ مش عارفه العب جيمز على اللابتوب بالساعتين بتوعي. ليه انت مش عارفه مواعيدك من الساعه كام للساعه كام؟ لا عارفه، بس هم طول اليوم مشغلين موقع الجواز. بنت عيب كده، احترمي نفسك. العيب مش على البنت، العيب على الكبار اللي بيعملوا كده قدامها. مش بعيد خالص ان انا الاقيها بعت بياناتها هي كمان لموقع الجواز. انا مش عارفه يا عادل، مش عارفه انت ليه فجاه كده بقيت في منتهى الحساسيه يعني. وبعدين ده في الاول والاخر اسمه عريس. الجواز يا هانم ليه اصوله، مش مواقعه وايميلاته. طب انا ذنبي ايه انك لغايه دلوقتي مش حاسس ان احنا في عصر السرعه والفضاء والانترنت؟ قصدك يعني ان انا متخلف عن العصر يعني ولا ايه؟ لا يا بيبي، لا يا حبيبي سناء، مش قصدها كده خالص، انت فهمت غلط. انت اخوها والبركه فيك، وان شاء الله بقى عايزينك معانا بكره والعريس جاي. الله لا لا لا، انتوا كمان حددتوا ميعاد مع العريس وانا قاعد في البيت هنا ايه، كيس جوافه؟ لا يا حبيبي، انت عندنا احسن من فواكه الدنيا كلها. وبعدين يعني اللي مطلوب منك انك تقعد معاه وتسمعه وتشوفه بيتكلم ازاي عشان تقدر تحكم عليه. انا خلاص حكمت عليه، ده عريس فاشل وانا مش موافق عليه. ليه بس يا ابي؟ مش يمكن يطلع ابن حلال؟ يطلع ابن حلال منين؟ عن طريق النت جايله يبقى ابن حلال؟ امال لو ابن حرام يبقى شكله ايه؟ بصوا الجوازه دي انا مش موافق عليها، والعريس ده ما يخشش البيت ده هنا. وبعدين بقى في العريس بتاع النت ده ايه اللي اخره؟ اكيد بقى المواقع زحمه ولا حاجه. طول بالك يا عادل، الغايب حجته معاه. وبعدين هو قال انه جاي على العشاء. انا اللي قلقني بقى موضوع العشاء ده، شكله كده يا ماما داخل على طمع. اهو جه، اكيد هو اللي بيضرب الجرس. العريس جه، افتح له. اهبطي مش عايزين الدلقه السودا اللي انت هتتلاقيها على العريس ده.
انا هروح افتح له وعايزك بقى تعملي ايه، هتطلعي له ماشي بعد شويه يعني مش اول ما يجي تقوم طالع على طول، ولازم الكلام يبقى حساب ودايما مناخيرك لفوق ومفيش دلقه وبتتكلمي بالراحه وكده يعني. ها انت هتفضل تنصح فيا وتقولي نشط 24 ساعه لغايه ما يزهق ويطفش من على الباب؟ اتكل على الله، يلا خش جوه. انا ايه اللي خلاني وافقت على عريس المهبب ده؟ معلش معلش معلش، وبلاش رصد اللي انت عاملاها لي دي. مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، قصدك يعني منزل اخت الاستاذ عادل؟ بالظبط. اتفضل. شكرا. يا استاذ كده متجه للمطبخ من هنا. اتفضل. انا اسف جدا، انا اسف جدا. اتفضل. يعني مش عارف انا اشكر حضرتك ازاي. اتفضل يا استاذ. اتفضل. انا اسف جدا. اتفضل. شكرا. ولا يهمك ولا يهمك. القلة وقعت؟ القلة. ايوه اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا منور. اعرفك بنفسي، انا زكي الشواف دوت كوم. دوت كوم. اهلا وسهلا يا استاذ زكي. اهلا وسهلا حضرتك منور يعني. الله يخليك. مرحبا يا استاذ زكي. الله يحبيكي. الله يحبيكي. حضرتك كفايه القلة اللي اتكسرت يعني. استاذ عادل. أيوه. هي العروسه موجوده معانا هنا؟ لا حضرتك، دي مامه العروسه ومامتي في نفس الوقت يعني. اهلا اهلا يا حماتي. استاذ عادل، ممكن تاخد الكرتونه دي؟ يعني فيها حاجه كده على قد بوسه. حضرتك جايب لنا ايه يعني، كرتونه بيض؟ لا لا، ده الكيبورد، لوحة مفاتيح يعني. يا سلام، جايب هديه في اول زياره لوحة مفاتيح. يعني في الشبكه هتجيب لها ايه بقى؟ هتجيب لها ماوس؟ مساء الخير. مساء النور. وعود عود يا سناء. عود. اهلا 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 يا استاذ. عود 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 حضرتك. اهلا يا استاذ سناء. اهلا بيك، منور بيتي يا استاذ شواف. اهلا وسهلا حضرتك. بقى افهم يعني حضرتك بتشتغل ايه ان شاء الله يا استاذ شواف؟ والله يا استاذ عادل، مشكله البطاله في البلد دي بقت شيء فظيع فظيع فظيع. يعني افهم من كده ان حضرتك بتشتغل قطاع خاص يعني؟ لا يا استاذ عادل، انت عارف ان القطاع الخاص محتاج ياس مال كبير كبير كبير. ياس مال وكبير. يعني حضرتك لا قطاع عام ولا قطاع خاص، امال ايه يعني؟ قطاع الانتاج. يا على دمك السكر يا استاذ عادل. لا بصراحه يعني تقدر تقول ان انا ببني نفسي بنفسي. بتبني نفسك بنفسك؟ انا لغايه دلوقتي مش فاهم يعني حضرتك بتشتغل ايه. بصراحه يا استاذ عادل وبكل صراحه، انا خالي شغل. خالك شغل. وعم عاطل. حضرتك بعيدا عن خفة الظل اللي واضح انك بتتسم بيها يعني، وتقول حاجات وتضحك عليها لوحدك يعني، انا يعني مصدر دخلك ايه يا استاذ؟ ماما. قصدي يعني المعاش بتاع ماما. احنا عايشين عليه، وربك ما بينساش حد من غير عشاء. وقصده يعني ان ربك يعني ان شاء الله هيسهله ويلاقي شغل ان شاء الله وهتتعدل. بقول لك ايه، انت هتدافع عنه من اولها. طب يا استاذ حضرتك عندك شقه ولا ايه ظروفك؟ الشقة حلوة وجميلة بصراحة يعني. شقة تيض يوح. حضرتك اقعد بس اقعد والنبي عشان ما تخبط لناش الشقة. حضرتك انت بتبص على الشقة بتاعتنا؟ لا انا بكلمك انت نفسك، عندك شقة؟ بصراحة استاذ عادل وبكل صراحة، مشكلة السكن بقت حاجة قميئة 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 يعني. انا وماما قاعدين في اوضة واحدة وبالايجار كمان. يا عيني يا اخويا. امال انت حضرتك يعني ناوي تتجوز فين ان شاء الله؟ أنا شايف إن الشقة جميلة صراحة كده. الشقة دي تيض يوح. اقعد اقعد اقعد، يعني حضرتك طمعان إنك أنت تسكن معانا في الشقة هنا، دي حاجة جميلة قوي. اتفضلي يا ستي اتفضلي. عموما أنا مش عارف أقول لك إيه يا أستاذ زكي، بس كل اللي أقدر أقوله لك فرصة سعيدة جدا. واتفضل حضرتك. يا أستاذ عادل، طب دلوقتي أنا يعني عايز أعرف أستاذ عادل. استاذ عادل ده ماشي تبع السؤال يعني، هكون نزلت في البلكونه. تعالى يا استاذ. اتفضل يا استاذ. استاذ عادل. اي طب يعني انا هاخد يدي امتى؟ لا حضرتك هتاخد الكيبورد اللي انت جبته. جايب كيبورد؟ ده استعمال طبيب، ما مشيش كتير. اتفضل حضرتك. شكرين قوي. طب يعني مش هتديني يد دلوقتي؟ لا يد هفكر وبعدين يد عليك. ماشي يا استاذ عادل. اتفضل يا سيدي. ماشي. انا مشي ذوقك معايا. اتفضل. شو ذوقك معايا؟ مننا يا استاذ. انا اسف.
ده إذا مش وقع على السلم ده أكيد حد ضربه بخنجر ولا حاجة. الحمد لله خلصنا منه. أنا شايفة إنك كنت قاسي عليه وجرحت إحساسه. إحساسي يا أم إحساس؟ هو ده عريس ده؟ واحد لا عنده شقة ولا عنده شبكة ولا عنده فلوس ولا عنده وظيفة، أرضالك إزاي بحاجة زي كده يا ماما؟ بصي من الآخر وزي ما بقول لكم أهو، الجوازة دي لا يمكن تتم أبدا يا سناء. بقى كده يا عادل؟ طيب أنا هتصيف معاك.